همسات روحية بين الجموع. كان بين الجموع يراقب السيدة بعيون باكية، قد انتهت أمامه كل الحلول، يرمقه ولا يدري ماذا يقول. يوحنا يا يوحنا، لماذا كل هذا البكاء؟ لا تقف هكذا، بل انظر إلى السماء، امسك دموعك وابق في انتظار، ستسمع ندائي في الليل، ستسمع صوتي في النهار. فلا تحزن أيها الحبيب، لأن ذلك الفرح لن يغيب. فقط خذ والدتي وابق هناك، وانتظر البشارة من الملاك. ابتسم واحفظ الابتسامة، وانتظر إلى أن تبلغ القيامة. القرشمندريت سابا حوراني.